نعم سينار، هذا المخطط كان يستهدف بحسب ما أعلن رسميا أو ما نقل الإعلام الرسمي المحسوب على الحزب الحاكم والحكومة هنا في تركيا عن مصادر أمنية، كان يستهدف يائير جيلير وهو رجل أعمال إسرائيلي معروف كان يقيم هنا في مدينة إسطنبول. تعقبته شبكة تابعة للمخابرات الإيرانية هنا في مدينة إسطنبول. هذه الشبكة تتكون من 8 أشخاص في تركيا، والقيادي أو القائد لهذه الفرقة في إيران، وتم تعقب هذا الرجل رجل الأعمال الإسرائيلي وهو أيضا مواطن تركي يحمل الجنسية التركية ويقيم في مدينة إسطنبول. تم تعقبه لفترة طويلة، بعد ذلك لاحظت المخابرات أو الاستخبارات التركية عملية التعقب، وتعقبت بدورها من هذه الخلية أو أفراد هذه الخلية الذين معظمهم من المواطنين الأتراك. بعد ذلك يعني بحسب التقديرات الأمنية عرفت المخابرات التركية أن هذه الخلية تسعى لاغتيال هذا الشخص أو هذه رجل الأعمال الإسرائيلي المذكور، وتواصلت مع الاستخبارات الإسرائيلية بدورها الموساد وأطلعتها على المعلومات التي لديها، وتم التنسيق بين الجانبين بين الاستخبارات التركية والإسرائيلية في هذا الأمر. هذه الخلية مكونة من 9 أشخاص تم اعتقالهم جميعا بعد أن تم اتخاذ القرار بالتعاون بين الاستخباراتين التركية والإسرائيلية. والتقديرات بحسب التقديرات الأمنية طبعا هي تهدف أولا للرد على عملية اغتيال العالم الإيراني الذي اغتيل في العام 2000 في نوفمبر 2020 من جهة، ومن جهة أخرى بحسب ما تقول أنقرة هي تهدف لتوتير الأجواء أو يعني تخريب التقارب التركي الإسرائيلي الذي بدأ واضحا في الفترة الأخيرة. هذه هي المعلومات المتوفرة حتى الآن. الخلية بمعظمها هي مكونة من أشخاص أتراك ولكنهم يعني يعملون لصالح المخابرات التركية، وتم إحباط هذه العملية وهم الآن قيد التحقيق في لدى المخابرات التركية. بعد أن تم اكتشاف يعني المخطط النهائي تم الإعلان عن المعلومات أنه تم جمع معلومات كاملة عن هذا الشخص رجل الأعمال الإسرائيلي من خلال الخلية الإيرانية، وكانت المرحلة قد وصلت إلى مرحلة تنفيذ عملية الاغتيال من خلال هذه الخلية. في هذه اللحظة تدخلت الاستخبارات التركية واعتقلت أو أوقفت الأشخاص الذين يتعقبونه، وتم التواصل مع الجانب الإسرائيلي في هذا الأمر، وعقد يعني عقدت قمة على مستوى رفيع في العاصمة التركية أنقرة من أجل تدارس هذا الأمر، لأن الأمر متعلق بالعلاقة مع إيران من جهة ومع إسرائيل من جهة ثانية، ويضع تركيا يعني في موضع حرج أو صعب في هذه المعادلة، أخذا بالاعتبار أن هناك عمليات سابقة كانت قد نفذتها الاستخبارات الإيرانية في تركيا، وكان هذا الأمر قد تسبب بالكثير من التوتر ويعني التشنج في العلاقات بين تركيا وإيران في الفترات الماضية. نعم سينار.